من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تحملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا وما حرمنا من دونه نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت. فمنهم من هدى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ
فانظر ماذا ترى. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. نعم. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا ترى؟ أنا اسمه عجيب تقليل الإمالة جيب تقليل يعني كرمى إمالك حكا يترى فيك وترى ترى كبرى ترى صغرى. فانظر ماذا ترى. قال يا افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيًا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى وباركنا انك قلت لك هاي كما تنكر قلنا كلام صالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق
واستبرق وحلوا أساور من فضة عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا